نبدأ بسم الله تعالى أول درس في التوحيد بعقيدة أهل الإيمان لن نعدل عنها ونحيد. نبدأ بسم الله تعالى أول درس في التوحيد بعقيدة أهل الإيمان لن نعدل عنها ونحيد. إن كان الإسلام بناء فالتوحيد أساس المبنى. من فضلك فسر في القول كي نفهم أبداه المعنى. أن أعبد ربي لا أجعل لله شريكا أو ولدا. أن نؤمن بالله وندرك عظمة ربي أحدا صمدا. نفرده دوما بالطاعة لا نشرك في الطاعة أحدا. ودعانا ورجانا يبقى لله ولا يصرف أبدا. معبود ربي وبحق لا يعبد في الكون سواه. لله نزكي ونصلي لا نعبد ربا إلا هو. هذا يا أبنائي يسمى حتما توحيد ألوهية. وغدا إن شاء الرحمن نعرف توحيد ربوبية. نعرف توحيد ربوبية. نعرف توحيد ربوبية. نعرف توحيد ربوبية.